واحدة واحدة. خلي بالك بقى. خايف على البيبي قوي؟ أنا خايف عليكم انتوا الاثنين. وإحنا ملناش غيرك يا هشام. وأنا ماليش غيركم طبعًا. بدليل إنك روحت اتجوزت عليا واحدة تانية، عندي فيا. أديك قلتيها أهو، عندي فيكي. طب أنا آسفة. آسفة على إيه؟ إني عنت مايك. وأنا آسف. حقك عليا. طب خلاص طالما سامحتني يبقى بات معايا الليلة. الليلة؟ أيوة الليلة. أنت بقالك كتير ما بتش معايا، ولا العروسة الجديدة واخدك مني؟ عروسة إيه بس؟ دي صاحبة مرض وحالتها بحالة. طب خلاص، بات معايا بقى. أنت وحشتني أوي. أيوة بس. بس إيه؟ أصل نعمة حرارتها عالية أوي وبتحتاج كمادات. وأنا بصراحة وعدتها إن أنا أعمل لها كمادات النهاردة. كمادات؟ آه. لا عينة تروح مستشفى. وانت بات جنب مراتك الحامل حبيبتك ولا ايه؟ لا ولا ايه؟ لا خلاص انا ما صدقت ان ربنا هداك وبقيت زي العسل. خلاص هي بقى الله يعينها بقى في الكمادات بتاعتها. ايوه مساء الخير يا نعمه. مساء النور. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتأخرت ليه؟ مفيش، كنت مع رحمة عند الدكتور. رحمة؟ وانت من امتى انت اللي بتودي رحمة عند الدكتور يا هشام؟ جرايه نعم، رحمة دي مراتي وحامل مني، واجب عليا اكون معاها عند الدكتور. ايوه بس يعني اللي انت بتقوله ده مبسش ولا حاجة. رحمة خلاص عرفت غلطها وصلحتنا، واضح كده ان احنا لازم نأهل نفسنا ان احنا نعيش مع بعض. مستحيل طبعا. ليه مستحيل ليه؟ انت مراتي وحبيبتي وهي ام ابني، وانا ما اقدرش استغنى عنكم انتوا الاثنين. أنا عمري ما كنت أتخيل إن ممكن أتحط في موقف زي ده. لا والنبي، على أساس دي مفاجأة بالنسبة لك، ما أنت عارفة من الأول. أيوة عارفة، بس ما كنتش أفتكر إن الأمور ممكن توصل للدرجة دي. ليه يعني؟ كنت عايزانا أنا ورحمة نفضل متخانقين، ولا عايزانا أطلقها ومع عيل مني؟ أنت متغير أوي يا هشام. أنا مش متغير ولا حاجة، أنا جاي تعبان وعايز أستريح. طب كويس. تحب اعمل لك مساج بس يفك لك جسمك كده؟ لا رحمه هتعمله لي. ايه يا نعمه ما تقرصيش كده يا نعمه، مفيش، هي تعبانه والواد عمال يرفص في بطنها فعايز افضل معاها دلوقتي. الواد اللي بيرفص في بطنها جرايه يا نعم؟ ما جراش. ما جراش، انت هتوفي لي على الكلمه. لا مش هقف على حاجه يا هشام. يلا يلا اتكل على الله بقى عشان عايزه اغير هدومي، اغير بدله الحمراء الحلوه اللي انا لابسها دي وانام. يلا يا حبيبتي الجهات كتير يعني هنطير من بعض. احنا مع بعض هنطير عادي. يلا يا هشام عشان تروح تنام. روح نام انت وهي، نامت عليكوا حيطه. ليه يا نعمة؟ روح نام، اللي هيتناموا ما تقوموا. ليه يا نعمة؟ قوم بقى يا هشام، امشي روح اتحمد، عايز ادعي بحاجات ما ينفعش اقولها قدامك. يلا. حاضر يا نعمة. يلا. لا لا الا الله. واتش إت.